مساء الخير عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم حبيت نوريكم طريقتي انا كيفاش نقلي الفلفل. القليان تاع الفلفل يعني عاده نقليوه بالزيت، كمية كبيره تاع الزيت. انا اليوم جيتكم بهذه الوصفه اللي مدري انا نستعملها في البيت تاعي، نقلي كميه كبيره تاع الفلفل بكميه قليله تاع الزيت. اذا حبيتوا تعرفوا كيفاش بريباريت الفلفل تاعي كيفاش قليته، ما عليكم غير تبعوني الكوزينه. نبداو على بركه الله. عندي الفلفل غسلته كما راكم تشوفوا، دوك نحلو غير هكا يا بنات غير شويه. هذا الفلفل هذايا كيما رانا راحين نقليوه دركا مليح، يعني ما ياكلش الزيت بزاف، مليح للصحه، يديروا ليجيم اللي عندهم بالقلب كوليسترول هذو ما مليح، ما يديروش الزيت بزاف. وتشوفوا كيفاش نقليه كيف يخرج روعه خير ملي تقلي بالزيت. نحكمت مقلاة واش نديرها، ندير زوج كيسان تاع ماء. بسم الله على بركة الله. نفس الكاس ندير غير شوية تاع زيت، ما تلقيتش ربع، ميم با ربع تاع زيت. نديرو لها الملح على حسب الذوق. بسم الله. دوك نغطيوه نقصلو الفرن، هو يشد في الطياب ولكن يطيب شباب. نغطيوها راكم تشوفو دوكايا هاهو، شوفو الفلفل نقلبو، شوفو كيف بدل اللون تاعو، شوف شوفوا. يدي معنا وقت باه يطيب، بصح يطيب شباب. شوفوا القشره تاعو بدات تطيب. ها غطيه
وخليه يزيد يتغلى. هاكو توكو توكو الماء قاع شرب الفلفل شرب الماء هاهو راح نشوف قاع شوفو كيف تقلى شوفو كيف هذا قداش باب مقلي ها وانت غير تاخذو الزيت وقشورة قشرة راهي طير وحدها فيديو. كما راكم تشوفوا الفلفل كيفاش قليته كميه قليله جدا تاع الزيت خرج ما شاء الله شوفوا قشره هاي تنحب سهوله ها هانيك شوفوا كيفاش احسن من اللي تقليوه يعني بكميه كبيره من الزيت ها شوفوا كيفاش ما شاء الله واذا عجبكم الفيديو تاعي ما تنساوش جان نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.